وصلنا لمساحة هيك بتهم كل الشباب والصبايا، التسويق وعالم السوشيال ميديا وعالم الشركات الكبرى. أكيد صحيح رشا، وصرنا عم نحكي عن مفهوم التسويق، هذا المفهوم اللي كثير مهم انه نحن نمتلك ادواته. يعني بنشوف كثير اشخاص عندهم مهارات معينه، عندهم خبرات معينه، بس بيقولوا لك ما بعرف سوق لحالي. صح، ما هو هون اساس نجاح اي منتج. اليوم لحتى هذا المنتج يوصل صح لنا كمستهلكين، مفروض يكون في حمله تسويقيه له تسبب بنجاحه، وما هي قادره اليوم تفشله وقادره ان اكيد تنجحه. صحيح، والاسواق العالميه والمحليه والعربيه صارت مزدحمه، كثير ممكن نكون لنا منافسين بالسوق، ونحن بحاجه لنطلع الميزات خصوصاً والايجابيات. خصوصا اليوم المنتجات، يعني عن تجارب شخصيه انه نحن كلنا عم نقول اليوم ما عاد في نفس الفعالية وما عاد في نفس الجودة، فاليوم كتير مهم يكون في جودة بالمونتاج ويكون في فعالية بموضوع التسويق. وما رح ننسى التسويق الإلكتروني، أكيد ضيفتنا حتخبرنا عنه لليوم. صحيح، مثل ما قلتي رشا، كتير من المعلومات اليوم رح نحكي فيها من عالم التسويق. وبسعدنا نرحب بالأنسة هند عودة، خبيرة تسويق وعلاقات عامة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. كيف اليوم هيك اذا انا حابه اعمل منتج ونزله على السوق اليوم شو بتقولي لي؟ اليوم رح اخبركم شيء كثير غلط، الشيء اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا انه نحن اذا عندنا فولورز معناتها نحن سوقنا بطريقه صحيحه. اليوم برايي التسويق الصحيح هو عن طريق بني علاقات مبنيه على الثقه مع العملاء خارج طبعا السوشيال ميديا. طبعا خارج، هي ما مقتصره بس على السوشيال ميديا، هي مقتصره على ارض الواقع، على الثقه، على الصدق بالمواعيد، على المواعيد الصحيحه. اليوم التسويق هو شيء كثير مهم بعالمنا. انا اليوم كثير عم بواجه مشكله مع الشركات الموجوده مثلا من سنتين وثلاثه، اليوم تجي بتقول لك انا ما عاد بحاجه تسويق. ما في اليوم حدا ما له بحاجه تسويق، هو المنتج دائما يحتاج لتجديد بالتسويق. نحن بنشوف اليوم براندات العالميه مثل كوكاكولا، ديور، كل هدول البراندات الى اخره، لليوم انت ببلاد برا بتمشي بتلاقي الاعلانات الطرقيه، الاعلانات على السوشيال ميديا، لليوم عم يعملوا اعلانات ليجددوا بالمنتجات الجديده اللي عم تنزل عندهم. ما في اليوم عندنا شيء نحن ما لنا بحاجه، التسويق هو شيء متجدد، خاصه روح. طبعا هو خاصه انه كل سنه عم يتجدد اكثر عن اكثر، كل سنة السوشيال ميديا عم يتطور الطريقة الصحيحة، الإعلانات الطرقية عم يصير في شركات أكبر، خيارات أكثر للوحات الطرقية، كل هذا لما العميل بيشوف اسم الشركة أكثر وأكثر وأكثر فهو بيعلق براسه بطريقة صح. فلهيك نحن لازم سواء على السوشيال ميديا ولا على أرض الواقع لازم يكون التسويق تبعنا بطريقة صحيحة، لازم يكون عاملين خطة تسويقية أقلها لحتى نقدر نسوق لهذا المنتج بطريقة صح. تمام هند، حكيتي عن نقطة كثير مهمة هلا هي دارجة عنها، خلينا نحكي هلا بالسوق المحلية بسوريا، موضوع اللجوء إلى المؤثرين للترويج للمنتجات، وأنت ذكرتي مو كل شخص عنده فولورز هو قادر يسوق، وحتى مصداقيته نوعا ما هلا بحس شوي خفت، لأنه نحن صرنا بنعرف إنه هذا المؤثر أخذ مصاري وبيقول لك أنا جربت المنتج وكثير مثلا ولنفرض بالعناية البشرية وبشرتي صارت كثير حلوة وبيقعد بيطبق لنا، بس نحن بنعرف ضمنيا إنه هذا الشخص أخذ مبلغ مادي أكيد لحتى مسوي. خلينا نحكي عن هاي الطريقة اليوم، بعدك بتحسيها فعالة؟ ويعني شو البديل إلى إذا ما أنا لا فعالة؟ أنا طبعا مع احترامي لجميع الأشخاص، بس أنا موضوع السوشيال ميديا بموضوع الانفلونسرز أنا ما بلاقي هذا تسويق صح. لليوم أنا فوت سوي، اليوم أنا جيت لعندكم صورت إنه قناتكم قناة، نحن عم نعطي مثال بما انه نحن قاعدين هلا بهذا البرنامج، سوقت لبرنامجكم، جد طلعت من برنامجكم بعد ساعتين سوقت لبرنامج ثاني، هذا ما اسمه تسويق صحيح، هذا ما بقى في ثقه لعملائي اللي عم يتابعوني. دعايه فينا نسميه اكثر؟ تمام. ممكن يكون دعايه صادقه، بس انا ما بوثق بانه انا فيني سوق لبراند وارجع اطلع على مركز ثاني سوق له. مو صح هذا الشيء بالتسويق، بمفهوم التسويق هو هذا الشيء ما له صحيح. نحن اليوم كثير مهم ننتبه لهذا الموضوع، كثير مهم انه نحن شركه منافسه، ما فينا اليوم نطلع نسوق للشركه ونرجع نسوق للشركه منافسه كنفس الشخص. مشان هيك مشان هيك بنلاقي رشا انه مثلا النجوم الكبار او نحن بنسميهم المشاهير الصف الاول هم بيكونوا مع براند وحده لسنوات، وهم بيكونوا الوجه الاعلاني يعني صحيح. لسنوات ممثلين إلى بكل المحافل اللي بتكون يعني لبراند واحد، ما بيروجوا لكذا حدا. اليوم طريقه شغلي مع اي شركه انا بصراحه بفضل الوجه الاعلامي
كإعلامية أو كممثلة، لأنه أنا اليوم بهمني ثقة الجمهور مو بس بسوريا، أنا برا أنا لما بعمل شيء ماركة إلي فهي اليوم مو بس لمكان واحد، أنا بهمني لعدة أماكن. ما بهمني أنا بصراحة اليوم يطلع حدا يسوق لي ويرجع يسوق لي لشركة منافسة إلي، فلا هذا الشيء لا يغركم. أنا برجع بقول هذا الموضوع. بتشوفي اليوم مثل ما حكينا أنه الأوجه المعروفة أو الممثلين لهم محبة عند الناس عم يساهموا بعملية تسويق المنتج؟ شو رأيك؟ اليوم في كثير من أعطي أسماء، لا يعني بشكل عام عم نشوف ممثلات وممثلين، عم نشوف اعلاميات عم يدخلوا بموضوع التسويق، ان كان لمواد غذائيه، مواد تجميليه، عطورات، كولكشن يعني. فانت شو رايك كخبيره تسويق اليوم بهدول القصص؟ اليوم طول ما نحن عم نمشي بالطريقه اللي انا خبرتكم عليها، انه نحن عم نتبع كتسويق لمكان واحد، فنحن بالامورنا بالسليم. طول ما نحن عم نطلع نسوي كل اسبوع لشركات منافسه معناتها هذا الشيء غلط، ما في مصداقيه. انا بنظري هي ما لها ثقه مع عملاء. اسبوع انا واجهتكم مركز تجميل انه هو حكيت لكم قديش هو فظيع وقديش غير بشرتي وقديش غير لي، رجعت بعد اسبوع غيرت لكم نفس مركز التجميل. زعلت من لما على الاول. طيب هذا حكي يعني اكيد هي نحن مثل عم نضرب، يعني نحن عم نضرب بالشركات المنافسه، نحن هيك عم نولد عدم ثقه قدام العالم. يعني الواحد انا بتشوش شفت طبيعه، ترى انا ما عاد عرفت عند مين بدي اروح، اذا هذا منيح وهذا منيح، طب انا اليوم عند مين بدي اروح؟ خلي قلبك دليلك. هو هذا اللي هلا عم نعمله احسن شيء. فانا لا انا برايي هذا مو تسويق صحيح، وما اسمه تسويق هذا. تمام، يعني انت عم تغيري شوي مفهوم هلا كثير دارج اللي عند الشركات بسوريا عن موضوع التسويق، عم تحكي بنمط يعني مختلف اذا بدنا نقوله. حلو نحن نسمع هذا النمط. اكيد. تمام، كمان بدي اسالك عن موضوع كثير مهم. هلا جوجل كثير اذا بنكتب مثلا سوق لنفسك بنلاقي عشرات المقالات يلي بتدلنا انه كيف نحن نسوق لنفسنا. نحن حابين ناخذهم هيك بشكل مختصر. كلياتنا عندنا امكانيات، كلياتنا ممكن يكون عندنا مشروع صغير او عندنا ميزات، مهم انه نسوق لحالنا سواء على صعيد العمل او بمشروعنا. كيف نحن ممكن نبلش؟ ما له غلط انه نحن نفتح ونقرا باي، نحن اليوم لما نبدا بشركه نبدا بعمل لو صغير مشروع صغير لنا. لو انا كشخص انا اليوم بدي سوق لنفسي اليوم، مو غلط ابدا انه انا افتح واقرا، استشير خبير تسويقي، نقعد نحكي لنطور هذا الشغل. بالعكس انا بنصح اي حدا يفتح ويقرا اكثر ويفهم شو هو المفهوم الصحيح. طيب شو هو المفهوم؟ اليوم انا حابه اعمل صفحه تسويقيه ونزل منتجات، اول شيء في اساسات اليوم انا مفروض بلش فيها، حتى اساسات مع المنتج ومع الاشخاص اصحاب المنتج، انا كيف اليوم قادره اتعامل معهم صح، وصل المنتج صح، ويكون في ثقه بيني وبين كل حدا متابعني على السوشيال ميديا. اليوم في هي مثل عدة خطوات للتسويق. من البداية نحن بنبدأ بخطة تسويقية بنحط فيها نحن اليوم from A to Z، فينا نقول نحن كيف بدنا نفتح هي الصفحة، مين بدنا ندرس المنتج اللي نحن بدنا نطرحه على السوق، بدنا ندرس عدد المنافسين له، بدنا نحلل السوق، يعني هل هو بيناسب هذا المنتج ولا ما بيناسبه، هل هذا الشيء قادرين نطرحه بالوقت الحالي. نحن بتعرفوا هذا الوضع، انه نحن هذا الوضع مو كل العالم ممكن اذا نزلت هذا الغرض ب 100,000 قادر يشتري، نحن لازم نحلل السوق 100% وندور على الميزه التنافسيه. طبعا قادر هالشخص، نحن كم عدد من الاشخاص 100,000 قادر يشتري هذا الغرض، 100 شخص، 10 اشخاص، قديش؟ مو نطرحه هيك بطريقه عشوائيه، ندرس صفحتنا نحن كل بوست بده ينزل كيف؟ قد ايه المهم اليوم الثقة؟ قد ايه نحن اليوم اكلنا يعني هيك ضروب مثل ما بنقال بالعامية، ووقعنا بفخ السوشيال ميديا والتسويق؟ شو نرمين؟ ما عندك تجربة بهي القصة؟ أكيد في تجارب كثير صراحة، يعني لتوصل لمرحلة إنه أنا ما عاد أشتري من النت. يعني مرقنا بهي التجارب إنه نوصي على القطعة وتكون كثير واو بالصورة، توصل يعني بتعملي مقارنة ما لها علاقه ببعضها، بتدقي لهم بيقولوا لهم بيقول لك انا هيك وصلتني من الشركه. طيب انه اوكي انت قبل ما تبعتها وتبني هاي الثقه، فانت مو اليوم حتخلص طبعاً. اخر قطعه حتبيعها، انت مستمر بالقصه، يعني مفروض اليوم انت تكون عندك ثقه بالمنتج ويكون في تعامل ثقه بين طبعاً. الشخصين طبعا. هلا اليوم للاسف هذا الشيء ما عم نحط له حد، لانه نحن عم نوقع بالغلط عم نرجع نكرره. لا انا بالنسبه لي ما بقى كررتها. مو كل نحن عم نحكي عن الاشخاص، انا اليوم كثير من الجروبات بشوف نزلوا وحكوا،
هذا الجروب عمل فيني هيك هيك، طب بعد فتره رجعت انت اشتريت من عنده، طب الغلط من مين يا ترى؟ من العميل طبعا. هذا الشيء ما له نهاية غير لما نحن نتربى انه نحن ما بيصير هذا الشيء نرجع نعيده. لازم كل شخص ينحط على حده يعرف انه نحن هي الطريقة عم تضر، لانه انت بالنهاية عم تدفع لحتى تاخذ هذا القطعة. هذا كله وقعنا فيه وانا منهم، بس انا خلص يعني توبي. انا مرة ما بقى عيدة يعني لا عن جد يعني ما بقى في هاي الثقة، وصرنا نشوف المنتج كثير نحبه، ولكن يعني مثل ما بيقولوا جربنا ومشي الحياة. اكيد نحن عم نغلط، الغلط عنا نشوفه على الواقع اكيد. بس تمام، يعني ما فينا ننكر هند انه مهنه التسويق اليوم هي من اهم الوظائف الموجوده حاليا بسوق العمل، هي للتسويق. اكيد بحلقات ثانيه ممكن نحكي اكثر عن المهارات اللي لازم تتوافر بالشخص اللي حابب يفوت هذا المجال وكثير من التفاصيل. نتشكرك لليوم وقت ما خلص معك. الان هند عوده خبيره تسويق وعلاقات عامه. شكرا هند لوجودك معنا وصباحك حلو.